كان من المهم ونحن نبحث عن أزمة الخطاب الديني أن نبحث أيضا عن جذور الحركة الاجتهادية في الإسلام، حركة الاجتهاد، وأن الاجتهاد أن كل إمام إنما اجتهد لنفسه، لزمنه، لعصره، ولم يجتهد لزمن غيره أبدا، بل لم يأتي في خياله أنه من الممكن أن يجتهد لأزمان لم تأتي بعد وحوادث لم تحدث بعد. هذا أمر خارج نطاق الإمكان، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها. نجد في هذا الزمن الذي نحن فيه كثير، أو الخطاب الديني الذي تخلى أصحابه عن الاجتهاد لهذا الزمن وحوادث هذا الزمن، ولجأوا إلى أزمنة ماضية كان المجتهد فيها عندما يجتهد إنما يجتهد لزمنه ولمكانه هو، لا لزمن غيره، فأخذوا منه على ظن من أنهم بذلك يتبعون السلف، ولا يعرفون أن السلف ليس فكرا أو مذهبا دينيا، ولكنها كانت فترة مباركة من عصر الأمة، فترة من الفترات التي مرت على الأمة، فيها ما فيها وعليها ما عليها. فلذلك لا يمكن أبدا لتصل إلى الأمام أن تظل ناظرا إلى الخلف إلى الأبد، لأنك لو ظللت ناظرا إلى الخلف لن تتقدم خطوة إلى الأمام، بل ربما تكبو على وجهك وتقع. وهكذا كانت كما تصورت هي أزمة الخطاب الديني.